وداد علي عبد الرحمن، أستاذة بجامعة الأحفاد، مدرسة العلوم الإدارية، متخصصة في مجال النوع الاجتماعي أو الجندر، بمستوى الماجستير، وتخصصي الدقيق إدارة الأعمال. لدي رسالة الدكتوراه أو رسالة الدكتوراه التي تخصصت بها في مجال إدارة المشروعات الصغيرة، الأعمال النسوية الصغيرة بمفهوم الجندر. المرأة كما المقولة التراثية وكما البيان بالإحصاء هي نصف المجتمع في العشق، وللمرأة دور يمتد من هذا من هذه المقولة ومن هذا الدليل الإحصائي ليشمل جميع مناحي الحياة. والإدارة أو إدارة الأعمال هي علم يشمل جميع مناحي الحياة، الإدارة في مختلف مستوياتها، الإدارة من الأسرة، من البيت، تمتد إلى مؤسسات الدولة، إلى العالمية والمؤسسات التي تحكم العالم بأسره، يحتاج إلى العلم والفن في ناحية الإدارة. فإذا كانت المرأة هي نصف المجتمع ونصف العالم، نصف تعداد السكان، فلا بد أن يكون لها قدر موازي في إدارة هذا العالم بمختلف مؤسساته، بدءا من المنزل حتى المؤسسات الدولية. لذلك أصبح تطور المرأة في مجال الإدارة ينعكس على إدماجها في إدارة العالم أو إدارة شأن الإنسان على مختلف مستوياته. وهناك ربط قوي من حيث أن المرأة هي يمكن أن تفعل كمديرة، كرئيسة، كرئيسة لمؤسساتها، كرئيسة للمنظمات، كرئيسة للأعمال الرسمية. وفي ذات الوقت هناك جانب آخر من الإدارة هي إدارة الجوانب الاقتصادية أو البيزنسز أو الانتربرايزز أو الأعمال التجارية. فالمرأة في ناحيتين، سواء الجانب الرسمي والمؤسسات الرسمية أو المؤسسات التجارية أو إدارة الأعمال اللي هي البيزنس، فالمرأة لها دور هناك. فتطور المرأة يعني تطور هذه المؤسسات بمختلفها، ومشاركة المرأة فيها تضيف كعنصر هام في هذه النواحي الإدارية. تقسيم الأدوار حسب السودان، هو الحقيقة في السودان وفي العالم كله ما زالت الإشكالية واردة، لأنه بعض الدول العالمية لا زالت لا تنصف المرأة في الأجر، ما زالت المرأة في بعض الدول المتقدمة تطالب بحق الأجر المتساوي للعمل المتساوي. وفي هذا المنظور وفي هذا الناحية أنا أعتقد أن المرأة السودانية كانت أوفر حظاً، إذ كفل لها القانون هذا الحق منذ زمن بعيد. لكن ما زال هناك فعلاً تهميش، وما زال هناك ضرر يقع على المرأة بسبب توزيع الأدوار حسب المنظور النوع الاجتماعي، وخلق قناعات وخلق نموذج نمطي للمرأة من حيث أنها هي المسؤولة عن الأدوار الإنجابية فقط. هذا أثر بلا شك في فرصها في التعليم والترقي في السلم الوظيفي وتقلد المناصب القيادية داخل سوق العمل أو داخل المؤسسات المختلفة. وما زالت نسبة النساء في المستوى الأعلى من الوظائف قمة الهرم ما زالت نسبة ضئيلة جدا. هناك إشراقات، صح، هناك نماذج ناجحة وتقلدت مناصب حتى في القطاع الخاص، لكنها ما زالت قطرة في محيط، يعني ما زالت بسيطة. معاناة المرأة في 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 جانب الحياة العملية أو في سوق العمل يتمثل في الجانب التطبيقي. يعني القانون صحيح منذ قليل ذكرت أن المرأة أوفر حظا من ناحية القانون والتشريعات، لكن التشريعات لا تكفي لوحدها، لأن التنفيذ دائما يخنق
القانون، أحيانا القانون قوانين تجمد، القوانين تهمل بسبب الممارسة الشخصية والممارسة اليومية. فطالما أن المرأة في المناصب الإدارية الحساسة وذات اتخاذ القرار مهمشة ومبعدة، فبالتالي أصبح فرص ترقي المرأة أو فرص تنفيذ القوانين المتقدمة أو المتطورة في خطر. وأصبح الواقع كما هو، أن المرأة مهمشة ولا زالت يختصر وجودها في الجانب أو في المستوى الأوسط والأدنى من الهيراركي أو من السلم الوظيفي. المشكلة مشكلة معتقدات ومشكلة قناعات لدى القائمين على الأمر ومنفذي القرارات. فما زال هناك فجوة كبيرة بين المفروض والواقع. فالمفروض أن المرأة طالما تعلمت وولدت مجال العمل تجد الفرصة العادلة في التوظيف وفي الترقي وفي التدريب وفي نيل كل الحقوق المرتبطة بالوظيفة، لكن هذا بالتأكيد يتأثر بالقناعات وبالمعتقدات وبالفكر النمطي أو الرؤية النمطية للمرأة، وإنه مكان البيت ومكان العمل ما زالت في دوافع أو في عقول الناس ما زالت مترسخة. طبعا لا ننفي أنه حصل تطور وحصل دفعة إلى الأمام بناحية إيجابية في حق المرأة، لكنها بطيئة. أوكي. وفي أحيان كثيرة نتقدم خطوتين ونرجع إلى الوراء قليلا، وهذا يحتاج جهد متعاظم ومن جهات مختلفة لتحسين هذا الوضع. في جهد كبير مبذول من جهات مختلفة على كل المستويات كما قلت، وهناك انفتاح عالمي. نحن لا نعزل نفسنا عن العالمية، نحن اليوم في عالم فيه عالمية مفتوحة وفي نتأثر بما يحدث على مستوى العالم بصفة قوية. فنحن تأثرنا بالدفع العالمي سواء من خلال منظمات الأمم المتحدة أو من الدول التي سبقتنا والتي يعني هي في مصاف الدول المتقدمة، بذلت بعض الجهود من أجل تحسين وضع المرأة في الدول العالم الماهض. وهناك استفادة بلا شك، هناك المرأة استفادت كثيرا من علمها ومن الفرص التي أتيحت. معظم الدراسات، أنا سأتكلم على الناحية الاقتصادية لأني يمكن البعد الاقتصادي يسيطر على كثير من الأشياء الأخرى، لكن يمكن برضو لأنه تعرضي للنواحي الدراسات الاقتصادية أكثر. جميع البحوث والدراسات تؤكد على أن المرأة تفيد من دخلها سواء من العمل في القطاعات الرسمية أو العمل في القطاعات الغير رسمية. العائد وإنفاق العائد من هذا الدخل ينصب في الأسرة وينصب في بناء رأس المال البشري. معظم النساء العاملات ينفقن دخولهن على الأبناء في التعليم والصحة. فبالتالي المرأة تساهم واستفادت من سد الفجوة، انسحاب الدولة عن دور الخدمات الأساسية لبناء رأس المال البشري. فبالتالي المرأة استفادت وأفادت، استفادت لنفسها من خلال عملها والحرية التي أتيحت لها في الحركة وفي العمل وفي اتخاذ قرار بخصوص نفسها في تطوير ذاتها، لكن أفادت أكثر للأسر وللمجتمعات من خلال بناء رأس المال البشري. فهناك بالتأكيد هناك فائدة، نأمل أن تتسارع خطاها.